الحمد لله كي كتشوفوا قدرنا اننا نفوزوا بالمباراه اداء ونتيجه. الدراري كيف شفتوا بقاو صام ديال اخر الدقائق وجبنا البيت ديال الرباح وجبنا ثلاثه النقاط، وكيف قلت لكم في الاول باللي غادي نجيبوا ثلاثه النقاط وغادي ندوزوا بتسعود ديال النقاط وغادي بكل اريحيه ان شاء الله، والفرقه اللي جات بسم الله. شغنقول لك، حمروا لنا وجهنا، كان شويه ديال ستريس في الميطه الاولى، مي الحمد لله في الدقائق الاخرى داك ستريس ديالنا ربحنا 1-0 كيف ديما الحمد لله. وان شاء الله نهار الاثنين غادي يكون كثار وغيلعبوا كثار ان شاء الله، وتحيه كبيره للمنتخب الوطني وفيف لي ماروك وديما حمراء وديما اسود. الحمد لله ستريس اللي كان عندنا كله في الاول حتى بدينا كنفقدوا الامل صراحه، واخا كانت يعني باين على ان المغرب كان يعني هاجم هجوم كاسح، والحمد لله في التالي فرحونا في اللحظات الحاسمه، وراك شفتوا كيفاش عبرنا على الفرحه ديالنا بكل عفويه وكل طلاقه، وان شاء الله حظ سعيد اسود الاطلس في لي ماتش الجايين وحنا ديما هنايا. الحمد لله سي تري بون ماتش، واللعبة كانوا مزيانين حتى الدقيقة الأخرى، ولكن داروا مزيان. شجلكم أجلوس 7000 درهم، باي باي. المهم بعد لعبنا داروا المجهود، المهم تعجبنا تسلخر أي لحظة بقات جوج دقايق، المهم درنا بيت الحمد لله. المهم كنا واخا شوية معصبين، المهم بعد ديناها، المهم وين كل شيء على المغرب، كل شيء على فيصل فيصل، المهم ديناها وربحنا. اي ماروك حنا فرحانين بزاف بالاداء ديال الاسود اليوم، كان اداء ممتاز للغايه الصراحه. كنا خرجوا بكثر من ان بوت، ولكن تبارك الله على الدراري، كنتمنى نمشيو بعيد في هذا لاكان وبوكو با لا فينال ولا كوب، علاش لا ان شاء الله. ميرسي. شو في بالك كتوقع انت هي المغرب هنا قدام هذا اليونيفورم؟ هي الصراحه تفرجنا في الماتشات ديال لاكان ما كاينش منتخب اللي قوي وكبير وتيخلع. المغرب انا تنرشحهم للمنتخبات القويه اللي تقدر تفر بهذا الكاس ان شاء الله، و اسبيرون على الله ما نطيحوش مع البلد المنظم، وراك عارف الضغط ديال الجمهور، وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. الدراري عندهم امكانيات و دي كرون جوار، والتوفيق ان شاء الله.